إيجاد حلول لمشكلة النفايات الصناعية المفرزة على مستوى وادي الحراش عبر إلزام المؤسسات الصناعية باحترام شروط الحفاظ على البيئة والوقاية من التلوث، هو ما أكدت عليه وزيرة البيئة والطاقات المتجددة خلال يوم دراسي لفائدة المؤسسات المصنفة المتواجدة بالمنطقة. شهدت عملية إنجاز أنظمة المعالجة المسبقة تقدما جد محتشم، ويبقى مشكل إزالة التلوث الصناعي لوادي الحراش مطروح لعدة أسباب، أهمها أن عملية تجهيز الصناعيين الملوثين بنظام المعالجة المسبقة هو الشرط الأساسي حتى تتم عملية الربط بمحطة براقي. تطهير وادي الحراش من التلوث الصناعي تقع مسؤوليته على عاتق الوحدات الإنتاجية الناشطة على ضفافه، هو ما شدد عليه وزير الصناعة مؤكدا وجود برنامج للتأهيل البيئي يسمح بمرافقة هذه المؤسسات. لابد من إزالة هذا التلوث الصناعي والذي يبقى على عاتق المستغلين الصناعيين تحمل هذه التكاليف، الأنظمة المعالجة المسبقة طبقا للقوانين المعمول بها. زيادة على ذلك يجب التذكير ببرنامج التأهيل البيئي للمؤسسات الاقتصادية المعمول به منذ أكثر من 20 سنة بتحمل تمويل 80% لكل عملية، أن الدولة تحمل في عملية التأهيل أو ما يعرف بمنظومة سير إيزو 14001 في إطار صلاحية وزارة الصناعة، أن هناك مرافقة من طرف وزارة الصناعة في العملية التمويلية أكثر من 80%. بغية الانخراط في مسار القضاء على التلوث البيئي، نجحت إلى حد الآن بعض المؤسسات الصناعية في إنجاز أنظمة معالجة للنفايات السائلة عبر اتباعها جملة من الإجراءات. تواصلنا مع المؤسسة هذه وهي قامت بصناعة الوحدة متخصصة في معالجة مياه المصنع. المحطة اللي قام اللي خدموها هنا القدرة تاعها هي 40 متر مكعب في اليوم، ما راهي كبيرة شوية الله يبارك. قمنا بالتواصل مع مديرية البيئة ومديرية الصناعة لولاية البليدة، قاموا بمرافقتنا في النقطة هذه. تحقيق النجاعة البيئية يقتضي اعتماد تكنولوجيات الإنتاج النظيف للقضاء على الأثار السلبية للمصبات السائلة على التوازن الإيكولوجي للوادي والصحة العمومية.